دكتور سعودي يسولف عن نفسه يقول اداوم باحدى المستشفيات الكبيره الموجوده في فرنسا، يقول حاطيني بقسم الطوارئ، يقول اموري طيبه، كل يوم طالع عمرك المستشفى وراجع المستشفى، بيتي قريب من المستشفى واموري كلها طيبه. يقول وانا بيوم من الايام قسم الطوارئ جالس، يقول اتابع الحالات الموجوده، وش الحالات اللي جت وش اللي كذا، يقول عند الكاونتر وكذا وشوف الممرضات وشوف الدنيا ذولا ما يكفي. يقول طلعت كذا ما حسيت ولا على فتحه الباب الطوارئ ولا داخلين الاسعاف معاهم واحد مغمى عليه. يقول ما ادري وش موضوع، يقول ودق الامرجنسي الموجود عندي واركض عليه، يقول اطلع طال عمرك ويطلعون معاي الممرضات والدنيا هذول، يقول نشيله ولا الرجال مغمى عليه مولي، يقول ميت الا شخط ميت. يقول نشيله ونسوي الاجراءات الطبيه الفاست ريسبونس الاجراء السريع ويضبطون امورهم يسوون كل شيء. يقول الوكاد طال عمرك الحمد لله انه طلع من هالازمه اللي هو فيها، لكن ظل مغمى عليه. يقول المهم يوم ركضت حاله الرجال، يقول على طول وش سوينا؟ جينا حطينا طال عمرك بقسم الطوارئ نومناه وعلى اساس ان الامور كلها ان شاء الله مضبوطه. يقول شوي ولا على جهه اداره المستشفى والناس الموجودين، قالوا الرجال هذا لازم يتنوم، نخليه هنا بالطوارئ لا ما يصير، لازم يتنوم فوق، لكن شوفوا لنا تامين طبي عنده شغلات كذا. يقول بحيث اني انا الدكتور المسؤول على الطوارئ هك اليوم جيت طال عمرك قلت خلنا نشوف التامين الطبي اللي عنده الشغلات. يقول جيت على الرجال حاول صحيح انسى الموضوع، الرجال نائم رايح. يقول الحمد لله ان حالته مستقره. يقول المهم اني حطيت ايدي تعرف اللي باغراض وكذا ببوكه واخذت طال عمرك البوك، فتحت البوك يقول وطالع، يقول اقشر ما علي يوم فتحت ولا الرجال جزائري. يقول قلت هذا المسكين العربي اللي طاح بين هالدنيا هذه كلها، لكن عسى الله يفرج عنه. يقول فتش البوك ولا ما في الا 10 دنانير. يقول واخذ البوك واخذ اغراضه واحطها جنبه، قلت يا الربع ترى هذا ما عنده تامين طبي وهذا جزائري، لكن خلينا نشوف اذا صحى من النوم نشوف وضعه شلون صاير. قالوا خلاص خلوا. يقول واجلس عنده. يقول يوم شفت الرجال نايم طلعت على طول على الموجودين من الممرضات وغيرهم، قلت هذا يحتاج وصفه طبيه يحتاج شيء، قالوا ايه، ويطلعون طال عمرك الوصفه الطبيه والشغلات وهذا، قالوا لازم يجيب العلاجات هذه من برا او يشتريها من الصيدليه الموجوده هنا، المهم انه لازم يضبط اموره. قال اجل خلوه لما يصحى منه. يقول واجلس عند الرجال طال عمرك من الساعه 6 الصبح الى الساعه 4 العصر. يقول وانا اجلس اراقب الرجال، تعرف اللي كل شوي اروح اطلع واجي واراقب متى يقعد. يقول لانه العربي الوحيد وانا ما في بالمستشفى هذا الا انا سعودي، تعرف اللي ما حبيت اني اخليه لحاله بين الناس هذول يتورط معاهم ولا ما ادري وش اللي يصير بالضبط، فلذلك جلست. يقول جالس طال عمرك الين صح الساعه 4. يقول يوم صح من النوم اول ما صح قلت له الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه ان شاء الله طالع من الشر. يقول قام يطالع بالدكاتره يطالع بالدنيا الموجودين. قال انا وين؟ قلت له انت بالمستشفى الفلاني كذا كذا. قال لي وش اللي صار؟ قلت له لقيناك مغمى عليك في الشارع وجبناه. يقول طالع فيني كذا قال انت مين؟ قلت انا دكتور سعودي اداوم هنا عندهم المستشفى، ويوم شفت انك عربي ما حبيت اني اخليك بين الناس الموجودين هذولا، فتعال من باب الحميه وكذا وابي اعرف يعني وش الوضع اللي عندك يعني. قال الله يجزاك خير الله يجزاك خير، لا والله بس تعبت والامور ان شاء الله طيبه. ما في اكل؟ قلت لا بالله في اكل وفي كل شيء يفو عليك. يقول واجيب له من الاكل الموجود الشغلات البسيطه يعني سناك وشغلات. يقول ياكل الرجال شرب له شوية مويه، يقول استرد عافيته ويجلس يعني اموره طيبه. يقول يوم شفت اموره طيبه والحمد لله ما عليه شر يعني، قلت انت لازم تتنوم بالمستشفى هنا. قال لا ان شاء الله ما يحتاجها. قال بغض النظر ما تبي تنوم كيفك، لكن في علاج او وصفات علاج قيمتها شوي عاليه، وانا بيني وبينك ما اخفيك فتحت بوكك فتحت الدنيا هذه كلها ولقيت انه ما في عندك الا المبلغ البسيط هذا يعني، فما ادري هل عندك مبلغ ثاني، هل عندك شغلات، هل في ناس تعرفهم هنية تكلمهم على اساس انهم يجون وكذا، فبعرف حالتك. قال لا والله انا ما اعرف احد هنا. يقول انا توني جاي يعني بس ما ادري وش اللي صار، تعرف الظاهر ارهاق وكذا ومن جيتي بس ما اعرف احد هنا للحين ما اعرف احد، لكن ان شاء الله الامور طيبه. قلت ان شاء الله الامور طيبه، تحتاج انا اعطيك شيء اضبطه اجيب لك العلاج من الصيدليه الى ان. قال لا 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 الله يعطيك العافيه، وين الوصفه؟ يقول قلت له هذه الوصفه، طلعت الوصفه. يقول قرا الوصفه كذا، يقول مسكها، يقول سلمها لي وانا طالع فيه. ايه؟ قال ممكن خدمة اخوي؟ قلت ايه ممكن، افو عليك امر بس. قال ممكن تطلع بالشارع وتوقف بس ابو 10 دقائق نص ساعة ساعة، يقول المستشفى كان على الشارع العام يعني والناس كلها موجودة، يقول بس توقف برا واي واحد تشوف عليه لمحات جزائري على طول وقفه وعطى طال عمرك الورقة هذه وقول له اخوك الجزائري موجود بالمستشفى ويحتاج تصرف له العلاج هذا وتجيبه له. يقول يوم قال لي كذا قمت اضحك لا شعوريا كذا الحال. وطالع فيني كذا قال ايش فيك تضحك عسى ما شر؟ قلت لا والله بس سالفتك يعني شلون اطلع برا وادور لك جزائري ولا؟
قال لي فرنسا في جزائريين كثير. قال لي اعرف بس انه ما يعرفك الرجال يعني، حتى لو اعطيه ما يصير الكلام هذا، خلني انا اساعدك. قال الله يعطيك العافيه، ممكن بس تسوي اللي قلت لك عليه ومشكور وما قصرت. اليوم شفته اصر على الموضوع، تحاضر مني يقول اخذت طال عمرك الوصفه واطلع برا، وانا تعرف داخلي قاعد اضحك اقول له هذا من جد يتكلم ولا ايش الموضوع؟ يقول اطلع طال عمرك، وانا واقف برا واتفرج على الماره الرايح والرات، ابي اشوف لي سحله جزائري اللبس الجزائري، يمر قدامي على طول بكلمه. يقول شوي بنص ساعه كذا ولا ثلاث جزائريين قاعد تمشون. يقول جيت انا حاسب مغاربه، السلام عليكم، تعرف شمال افريقي كله نفس الشيء تقريبا كذا، بس يميزهم شغلات بسيطه يعني. يقول وجه عندهم، السلام عليكم، السلام، قلت الاخوان من الجزائر. قالوا لي نعم امر. قلت والله الدكتور فلاني واداوم بالمستشفى هذا اللي وراكم تشوفونه بقسم الطوارئ. يقول ابتسموا وقالوا حياك الله اخوي، تفضل امر، وش اللي تبي؟ قلت والله ما في شيء، بس انه في عندنا مريض جزائري وموجود داخل، وقال لي خذ الوصفه وعطى لاي واحد جزائري وخلوا يجيب الوصفه وقول له اخوك الجزائري موجود داخل بالمستشفى ويحتاج منك انك تصرف له الوصفه هذه لانه ما عنده فلوس. يقول خذ الوصفه الرجال مني، تعرف اللي يوم خذاها قلت ايش فيها، ايش في مستعجل الرجال. قلت انت تعرف الرجال اللي داخل؟ قال لا بس وين الوصفه؟ قلت هذه. يقول وخذ الوصفه. قال وين هو، اي مكان بالضبط؟ قلت والله هو موجود بالطوارئ الحين، بس احنا هذا اسمه هذا كذا ونبي نودي التنويم بالغرف الموجوده بالمستشفى وان شاء الله اموره طيبه. قال خير ان شاء الله، نص ساعه ان شاء الله يجيك. يقول حاسبه يضحك الرجال، حاسب ان الموضوع في مزحه في شيء، يبون قالوا هذا عبيطنا بيستعبط عليه اكثر. يقول طلعوا طال عمرك من عندي وخلوني، جيت المستشفى واجلس عند الدكاتره. قالوا وش العلم وش اللي صار مع الرجال الجزائري هذا؟ قلت والله الموضوع واحد اثنين ثلاث. يقول يقومون كلهم يضحكون عليه، يقول هم يضحكون وهذا. قلت يا الربع معلش الرجال يكون مريض ولا كذا لا، وفي واحد ترى برا خذ مني الورقه وطلع على اساس انه بيجيب الوصفه ويضبط الامور يضحكون. قالوا هذا اكيد انه تعرف من الناس الموجودين ولا هذا بشقق الورقه يقول مجانين هذول، جايني والله اخوك جزائري، اخوك جزائري، وش اخوك جزائري؟ ما تصير بالمنطق، ما تصير يعني. يقول احنا نسولف مع بعض كذا، يقول ما حسينا يوم فتح باب الطوارئ، يقول يوم طالعت كذا يقول اقشر ما علي، ولا هذول الجزائريين الثلاثه جايين اثنين منهم طال عمركم حاملين اكياس بيدينهم، واحد جايب كاس العلاجات حقت الوصفه هذه اللي اعطيناه. يقول دخلوا عليه، السلام عليكم. قلت عليكم السلام ورحمه الله. قالوا اخوي انت من شوي جيتنا؟ قال لي والله موجود هو الرجال خويكم موجود داخل حطيناه بالغرفه. قال لي الله يعطيك العافيه، ممكن تودينا عليه؟ يقول انا وصلت لمرحله الذهول، قاعد اطالع اللي قدامي، هل هو حلم؟ هل هو علم؟ وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ قلت حاضر حاضر امشي. يقول واخذهم وانا بحال الذهول يعني، الناس كلها تعرف الدكاتره والدنيا طالعون. قال هذول مين هذول؟ قلت هذول اللي اعطيتهم شوي الورقه. قال شلون؟ قلت والله هذول اللي اعطيتهم ورقه حسبهم بيشققونها، معلش انك نضحكهم، اصبر شوي بس اصبر شوي. يقول ما تعرف اللي اكلمهم فرنسي وكذا واطلع طال عمرك مع الشباب الموجودين. يقول اطلع وديهم لغرفه الرجال المريض. يقول اول ما دخلوا عليه تقل يعرفونه صار لهم سنين. يقول دخلوا عليه هلا يا مرحبا ويتحروا الحمد لله ازمه وتحدي، يقول يسولفون مع بعض. يقول هم يسولفون، تعرف جاء واحد هذا خذ الفواكه والاغراض اللي من الشباب الموجودين وحطها بالثلاجه وضبط الامور وضبط ناطر شيء بالغرفه، هم يسولفون. يقول انا لدرجه اني ما قدرت اتكلم كلمه واحده بس اطالع فيهم. يقول طالعوا فيني كذا وحنا، قال يعطيك العافيه دكتور ما قصرت شكرا. قلت يا شباب، قلت تفضل، قلت تعرفون بعض؟ قال لا والله اخونا جزائري يعني، شلون كلنا الجزائر كلنا شعب واحد جسد واحد وحنا اخوان. قال لا تعرفون بعض معرفه شخصيه؟ قال لا ما نعرف بعض معرفه، الحمد لله تعرفنا عليه خلاص، هذا مكسب من مكاسب الحياه الجديده. المهم يعطيك العافيه دكتور ما قصرتوا. يقول تعرف اللي طالع وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ يقول وطلع طال عمرك من عندهم، يقول اجلس اراقبهم من وراء من ورا دريشه بشوف شو الموضوع وش قاعد يصير بالضبط. وانا طالع من ورا الدريشه وهم قاعد يتكلمون مع بعض، يقول غاب ذهني. يقول رحت بعيد قاعد اطالع، قاعد اقول وش المرحله اللي وصلوا لها الشعب هذا من التآخي لدرجه انه واحد يامر على واحد ما يعرفه والثاني لا ينفذ له ويجي يسوي الطلبات يضبط اموره يسوي كل شيء كانه اخوه الصغير يعني، يراعونه هالمراعاه هذه ويضحكون معه كانهم يعرفونه من سنواتهم، توهم يشوفونه اول مره يعني بحياتهم يمر عليهم الشخص هذا، مجرد انه اسم جزائري فقط يعني، فقط اللي يربطهم اسم جزائري وطني فقط يعني ما في شيء ثاني. يقول فغاب ذهني وانا افكر اقول وش اللي خلاهم يوصلون للمرحله هذه؟ المرحله هذه من الحياه متى توصلها بالضبط؟ وليش اللي قاعد يصير عندي من رحمه هذا اللي قاعد يصير قدامي
شيء عجيب يعني، شيء عجيب بحياتي ما شفته. قلت عارف اللي وانا سارح يعني رايح بعيد ولا ادري عن شيء. يقول الوكاد الدقائق هذه خلتني اراجع الحياه كلها، كل الحياه راجعتها بالدقائق اللي استرحت فيها. يقول شوي طال عمرك طلعت ولا هم كانوا قاعد يتحالفون لهم على الشغله، حطوا شغله تحت المخده ومشوا. يقول جيت عليهم يعطيكم العافيه شباب ما قصرتوا وما ادري، قالوا يعطيك العافيه انت ما قصرت، اي شيء تحتاجه ولا كذا هذا رقم تليفوناتنا واحنا موجودين هنا 4 ايام 5 ايام وراجعين من الجزائر، اي شيء تبيه بس كلمنا. قلت يعطيكم العافيه ما قصرتوا ان شاء الله اموره طيبه وان شاء الله انه ما عليه خلاف. يقول طلعوا طال عمرك من عندي. يقول شوي ابو ساعه كذا يقول رجعت ولا الرجال نايم سابع نومه. يقول صار عندي فضول ابي اعرف وش اللي حاطينه تحت المخده عند الرجال. يقول جيت واسحب طال عمرك اللي تحت المخده. يقول يوم طلعت ولا حاطين له 1000 يورو. 1000 يورو بمعدل تقريبا 5500 ريال. ناس ما يعرفونه. اول مره يشوفون هالشخص هذا. يقول حاطين المبلغ تحت المخده على اساس اذا احتاج شيء من امور الدنيا يسهل اموره. ومشوا بطيب نيه. يقول لا شعوريا بكيت. يقول ما ادري بنفسي كذا بكيت ترى. يقول لدرجه اني طلعت من الغرفه وخليت الموضوع كله. يقول 3 ايام وانا قاعد افكر بالموضوع يعني شلون وصلوا للمرحله هذه من الاخوه؟ شلون وصلوا الى هذه المرحله من الترابط فيما بينهم يعني الشعب العظيم هذا. الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا يعني. يقول بعد 3 ايام شوي طال عمرك كلهم مسجلين خروج للرجال نفسه، سلمت عليه وهذا يعطيك العافيه ما قصرت. قلت لا والله ما سويت الواجب، اللي يعطيهم العافيه والله اخوانك اللي ما قصروا، ولكن عندي سؤال. قال تفضل. قلت يعني هذاك اليوم لما تقول لي خذ الوصفه وعطها لاي واحد جزائري تلقاه بالشارع وتكلم من ثقه يعني كانه انت تبي تامر عليه يعني كانه يعني له حق او لك حق عليه المفروض انه يسوي. وش الثقه هذه؟ وش اللي خلاك تتكلم بالثقه هذه؟ وش الموضوع؟ وش اللي خلاكم بهالقوة من الترابط اللي بحياتي ما شفتها ولا مرت علي يعني؟ ممكن تشرح لي بس بشيء بسيط؟ يقول جالس يضحك. قال امور كثيره. قلت تذكر لي امر واحد. قال امر واحد بس؟ قلت اي والله بس امر واحد. قال اجتمعنا في يوم من الايام مصير واحد. قلت شلون اجتمعتم مصير واحد؟ قال كانت حياتنا كلها مرتبطه بترابطنا والتزامنا مع بعض يعني اننا نصير اخوان فقط. هذه الحياه كلها مرتبطه على هذا الترابط اللي يصير بيننا. قلت شلون؟ قال يا اخي المحتل الفرنسي اخذ البلد تقريبا 136 سنه، حلو؟ قلت حلو. قال بعد استعماره حاولنا ان نستقل فلذلك ترابطنا لتحديد المصير. فهذا مصيرنا للنجاه، اما النجاه او الموت، ننجو كلنا ولا نموت كلنا. يقول لكن الحمد لله ما فقدنا الا 1,500,000 شهيد، فاللي تشوفهم جوني فاقدين وانا فاقد وكثير من الجزائريين فاقدين اناس لهم اللي فاقد جده، فاقد ابوه، فاقد عمه، فاقد خاله، كثير من الناس، فارتبطنا في مصير الفقد، فصرنا كلنا كاننا اخوان، كلنا طال عمرك انت لاحم تحت مصير الفقد، لكن بالنهايه اللي صار كله اننا كنا امام خيارين، اما اننا نتلاحم ونلتزم ونطلع من خلال هذه الازمه، او اننا طال عمرك كل واحد يعمل برايه ونفنا في هذه الأزمة. لكن اللهم لك الحمد تلاحمنا واستطعنا أن نطرد هذا المحتل في تقريبا سنوات معدودة، تقريبا 13 سنة فقدنا صحيح الكثير من الشهداء، لكن هذه الأزمة اللي مرينا فيها ولدت هذا الشعب العظيم اللي أنت قاعد تشوفه. تلاحمنا في هذا الوقت أو في هذاك الوقت هو اللي كان الفيصل لبقائنا أخوة أو بقائنا متشتتين طوال الأعوام. يقول فطلعت فيه عز الله أنكم طلعتوا من أزمة صح. لذلك دائما بينك وبين نفسك اعلم أن الأزمات مهما كبرت ومهما صغرت التلاحم بين الشعوب هو اللي يجعل من هذه الشعوب بعد الأزمة إخوان. تواجه على خير إن شاء الله. السلام عليكم. القصة هذه قصة حقيقية وواقعية يعني، ولما جبنا القصة مثلا هذه الاستفادة من بعض النقاط الموجودة في معنى التلاحم والقضاء على الأزمات يعني بشكل كبير يعني. بغض النظر الشعب الجزائري ترى شعب عظيم جدا، شعب عظيم يعني لما تقرأ عن الشعب الجزائري والله تندهش من يعني من صحيح الترابط اللي موجود بينهم، ترابط غير طبيعي، ترابط عظيم يا أخي. طبعا تعتبر الجزائر هي أكبر بلدان أفريقيا بعد انقسام السودان إلى قسمين صارت شمالي وجنوبي، صارت الجزائر هي أكبر بلدان أفريقيا. نرتبط معاهم بشغلات كثيرة، ترى يسمون بلدهم أو يسمون الجزائر بلد الكرز والتمر يعني، عنده فصلين تعرف اللي يجيب لك الكرز يجيب لك التمر. ومن يعني ابرز مشروباتهم اللي يحبونها انا قاعد اقرا عنها صار لي ايام الشغله اللي مدمنين عليها القهوه مع الهيل. الدله اللي ما تبهر من الهيل عليك الباقي. تواجه على خير ان شاء الله.